بهذا السؤال. أظن أن الشيخ اليوم لضيق الوقت يعني ما اتسع الوقت الإجابة عليه، وهو كيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس في حلق الشعر: إذا كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شواربهم وأرخوا لحاهم، وفي حديث أنس الزيادة: ولا تشبهوا باليهود، إن صحت هذه الزيادة. التشبه باليهود وبالنصارى هو أن يفعل المسلم ما ليس له أن يفعله، أن يفعل المسلم ما يفعله الكفار من عاداتهم وتقاليدهم وأزيائهم كما ذكرنا. أما أن يفعل المسلم ما أمره الشارع الحكيم بفعله وحض عليه، بل ربما نهى عن تركه، ثم يفعل بعض الكفار مثل فعله، فهذا ليس تشبها من المسلم بالكافر، وإنما العكس هو الصواب، أي أن الكافر هو الذي يتشبه بالمسلم. ومن الثابت في علم الاجتماع أن من طبيعة الضعفاء أن يقلدوا الأقوياء، وليس من طبيعة الأقوياء أن يقلدوا الضعفاء، فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الأحاديث السابقة الإشارة إليها، أمر الأمة المسلمة أن تحافظ على عاداتها وعلى هديها وسنة نبيها، ولا تتشبه بالكفار، محافظة منها على شخصيتها المسلمة. فإذا ما كان العكس، أي تشبه الكافر بالمسلم، فذلك قوة للمسلم وضعف الكافر وليس العكس. ولهذا إذا كان الإحفاء مأمورا في الشرع، وقد عرفنا أن الأمر إنما ينصب على إحفاء حافة الشارب وليس نفس الشارب، فإذا فعل ذلك الكفار فذلك بعزة الإسلام وقوته وتمسك المسلمين به، فلا إشكال حين ذاك. وإنما الإشكال يأتي، إنما الإشكال يأتي إذا فعل المسلم فعل الكافر والمسلم غير مأمور به شرعا. نعم، جزاكم الله خيرا.